عندك انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد هناك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ ابا واحنا شغالين عند تابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام ساعتنا ايه؟ بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض، احنا هنضربك من قلب الجنة وهنضربك من قلب الجنة. طب يلا سلم العقود اللي معاك، وسلم اللابتوب اللي معاك، وسلم الصورات اللعيبة اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا صوني، سلم نفسك البيت محاصر يا حرامية. اخلص شات يور فاكين ماوث. اوعى زمزم الا فاكين دي. فاكين دي نعرفها من الافلام الاجنبيه، مش انا اللي اتقنزها بالجحيم يا بكر بيه. مش انا فاهم انجليزي كويس. انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الابن خرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. شريط امي يا تعالى. كويس ان انت سقت يا بوسكت بعد اللي حصل ده، اعصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه ده، انت بهدلتي. انا صحت يا بوسكت، انا اترفدت كمان يا بوسكت. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خي، انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوسكت، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوسكت ماشي خلاص. اوعى تزعل مني يا بوسكت، انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا زمزم. يا دي الكارثه السودا، ساعه مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا عارف يا عم. اتفولش يا سيدي. انا ما بفولش، انا بقول لك دي شقيت انا خلاص. الله يا ساتر، الشكر دولة. عارف. انزل يلا يا جلنس، انزل بجلدك، انزل بجلدك. مش حاسبك مهما حصل يا بوس. حاسبني انزل وانزل بجلدك. يلا بقى يلا يا راجل يا رب. بركاتك يا ست الزلزالة. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. هجيب السلسلة يعني هجيب السلسلة. أعزك يا هانيا. شكريني حاجة. يا سلام عليك يا بنت هاني. تعالى لي بقى يا سي بوشكاش، قد كده السلسلة مهمة عندك، بس اعملها بس يا رب بسرعة. ربنا يسوقك يا زمزم وتيجي عشان خاطر نعمل عليها التمثيلية دي. واخد سلسلتي كفاياني كهربطة، خلاص بقيت شبه جدي. مفيش غير ان ادخل واطلب منه معلومات عن رشدي هلال، بس الخوف لا يخلصوا مني ويعملوا فيا حاجة هما الاثنين. العمل ايه يا معلم؟ اقتله. لا ماتوا. ايه ده وانا كمان؟ لا 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 عنك ما جيت يا زمزم، انا هخطف السلسله من الموسيقي. يا
كده هتوفى بقى قبل ما اتنا ياخد السلسله. ربنا يسوقك يا زمزم. انت فين؟ مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوة على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه. مجرمة. نعم بونجور مسيو، بونجور حضرات السادة المشاهدين، إن هذه المتهمة الماثلة أمامكم قد أخذت السلسلة عامدة متعمدة هازلة بكل القوانين. أوه سترو، لا مش أنا خالص. خش يا زمزم الكلب بأسرك ده واغسل. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش سادة يا حرامي. يا لا اوعى يا حرامي. الشنطة من المزيل، خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا راحك؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في ايد اي حد تاني ايه اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه بس مين قال لك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع يا بكر، انا عايز الفيديو ده باي ثمن. مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان، المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مأمنة نفسها بحاجه. 100% هي اللي بعتك الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع يا بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يسير هنا؟ ميرسي قوي على الشكر يعني التوصيلة دي. بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت ايه رجعت ورا؟ انا هعضك ولا ايه؟ رجعت ورا دي كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي شكرا قوي، بس انا ما كنتش عايز الكارت بس هخليه.